بنحييكم مشاهدينا، أحلى تحية من قناة الفجيرة بحلقة جديدة ووصفة جديدة من برنامج ملح وسكر. طبعا أعزائي المشاهدين، اليوم عنا هالبرنامج ملح وسكر بيحكي عن أكلات شرقية غربية عالمية، كل أنواع الأكل المأكولات يعني بتشوفوهن على شاشة الفجيرة. طبعا أول طبق عاملينه نحن القاس حرة بالكزبرة والثوم، يعني كيف البطاطا الحرة تنعمل، بس هذا القاس من نوع البطاطا يعني بنزرع بالأرض وبيطلع هيك، بس لونه أسود بهالشكل، مش بطاطا، هذا القاس والقاس بلدي. هذا اليوم بدنا نعمله مثل البطاطا الحرة بهالشكل، نحن أشرنا القلقاس وقليناه منشان لحتى يطلع معنا، هو لذيذ وطيب كتير هالطبق المالح. عنا طبق الحلو اليوم وهو طبعا الكريمة بالفواكه المشكلة يعني الاستوائية، وبتشوفوا في سياق الحلقة كيف بدنا نعمل هالطبق الحلو. قبل ما نبلش بطبق طبعا القاس بحرة بالكزبرة والثوم، خلينا نطلع نشوف المقادير. مقادير القلقاس الحار بالكزبرة والثوم: 1 كيلو قلقاس، 5 جرامات ملح، 5 جرامات بهارات مشكلة، 100 جرام بصل، 5 جرامات فلفل أسود، 20 جرام ثوم و20 جرام كزبرة خضراء، و50 جرام زبدة، و10 جرامات فلفل أحمر بودرة، و20 ملليلتر عصير ليمون حامض. طبعاً أعزائي من بعد ما شفتوا المقادير، خلينا نقول بسم الله ونبلش بطبقنا الرئيسي. هلا بدنا نبلش. طبعا عندنا هون زبده وزيت بدنا نحطهم هون، مش كلهم تقريبا المقادير تبعولهم. عندنا هون نحن مثل ما شايفين اعزائي المشاهدين، هون عندنا نحن القلقاس البلدي، ها بتكون ورقه كبير هيك، بيطلع بايام الشتاء بهالشكل، شوفوا كيفو حلو كتير. هو بيكون صغير هيك وبيكون أكبر يعني كبير هيك، مدور كبير يعني حسب ما يلتقى بالسوق. بس هذا القلقاس هذا شكله بيكون يعني قشرته صمرة غامقة، مش مثل البطاطا قشرته بيضة. لهالسبب نحن أشرنا الكمية عزتنا هالقلقاس وقلينا بالزيت لحتى استوى. هذا كتير طعمته طيبة، وبتشوفوا بس نعمله هلا كيف بدنا نحطه. عنا هون شيء، أول شيء بدنا نحط نحنا عنا بصل، بنحط بصل، هذا البصل المفروم، بنقليه هون شوية هالشكل. بدنا هيك من بعد ما نقلي البصلات، عنا هون الثوم مدقوق مهروس مزبوط، بدنا نحطه فوق منه هاد الثوم المهروس فوق هالطبق اللذيذ هذا، بس يستوي. طبعا هلا بنحط له بودرة الحرة، بودرة الحرة كمان بيعطي طعمي لذيذ هيك، مثل البطاطا الحرة اللي بتطلبوها بالمطاعم ولا بالفنادق، بس نحن هون عم نسويها بطريقة حلوة. هلأ مثل ما شايفين بدنا النار أوكي والعاني تمام، بدنا نقلبها شوية لحتى الثوم والبصل يستووا يدبلوا، ما يحمروا، ما بدنا هن يحمروا، بدنا يهون يعني يتقلوا مشان لحتى طعمة طبعا الزبدة والزيت الزيتون والثوم المدقوق أو المهروس مع شوية بصل بيصير هيك لذيذ كتير. هلأ مثل ما شايفين نحن هوني هيدي
بهارات حرة يعني تشيلي باودر بالإنجليزي، بس ولكن أنا خالطه بالبابريكا. البابريكا مش حرة، وبس أنا منشان لحتى هيك يطلع مش كتير حر، يعني في لدعة صغيرة إنه بابريكا وبودرة الحر. هلأ مثل ما شايفين نحن هلأ بدي أنا أحط عليهم بودرة الحر هيك بهالشكل، بهالشكل بودرة الحر وطبعا والبابريكا منشان لحتى يعطونا طعمة لذيذة. وهلأ بدي أنا حط عليهم الكزبرة الخضراء، شوفوا كيف خضراء هالكزبرة، بدنا نحطها معهم بهالشكل. هيدي بتاخد كزبرة خضراء لأنه بالثوم والكزبرة، شوفوا كيف صارت هيدي التتبيلة اللذيذة. بس قبل ما بالله ريحتها روعة طيبة كتير، خليني أنا حطلها لأنه ما حطيتلها ملح، وبدي حطلها شوية فلفل أسود هيك بهالشكل مش كتير شوية، ولازم حطلها كمان ملح مشان الأكلة إذا ما كان فيها شوية ملح طبعا ما إلا طعمة، بدها تكون شوية ملح بس ما نكتر الملح لأنه إذا كترنا الملح ساعتها تطلع مش مزبوطة، لازم يكون قليل من الملح. هلأ بدي أنا هوني عندي بهارات طبعا مشكلة، أنواع البهارات بدي أحط لها كمان ملعقة صغيرة، ملعقة صغيرة هيك بس هيها. وهوني بيكون بعدين بدي أحط لها شوية عصير الحامض لأنه هيدي هالأكلة طبعا القاس حرة بالكزبرة والثوم بيلزمها شوية عصير الحامض لتجي نكهتها مزبوطة 100%. مثل ما شايفين ليكوا كيف صار هالصوص روعة، شوفوا واو ريحته كتير طيبة، شوفوا كيف صاير يعني روعة روعة كتير. هلأ بدي أنا مثل ما شايفين بدي أنا أعزائي المشاهدين بلشت تتقلى، شفتوا قلت لكم أنا ما بدي إياها كتير. هلأ نحنا بدنا نسقط هيدي القاس بهالشكل، قطعتهم أنا مكعبات لا كبيرة ولا صغيرة، وبدي حطهم هلأ فوق هلأ تتبيلي اللي عملتها بهالشكل. وهلأ بدي أنا هيك بهالشكل منشان لحتى تطلع هالقاس الحرة الطيبة اللذيذة اليوم، ونخليها تغلي على القليلة لحتى تستوي البطاطا. هي مقلية لحتى مستوية بس، ولكن بدأ شوية كمان تتخمر بالصوص على القليلة شي 5 دقايق بهالشكل. بس قبل ما نتركها 5 دقايق بدنا أعزائي المشاهدين نشيل أغراضنا على جنب منشان لحتى يصير كل شيء على التمام والكمال. طبعا أعزائي هلا مثل ما شايفين بدنا نغطيها، لازم نغطيها نحن هذا الغطاء بنغطيها، وبدنا ننزل الحرارة تقريبا للنص، هي على 8 بننزلها للأربعة بهالشكل، بننزلها للأربعة بصير أوكي 100% على الأربعة، بصير على نار هادية لبينما تستوي، بدا على القليلة من 5 لـ 8 دقايق بينما تستوي. خلينا نطلع فاصل صغير أعزائي المشاهدين. يعد القلقاس الغذاء الرئيسي في الثقافات الأفريقية والآسيوية، ويعتقد أنه واحد من أقدم النباتات المزروعة عالميا. القلقاس يعتبر الطعام المفضل لدى الكثير من المصريين، ونجده موجودا بشكل أساسي ضمن المائدة المصرية في الكثير من المناسبات، ومن أهمها شهر رمضان المبارك.
طبعا أعزائي، من بعد ما طلعنا فاصل صغير وكنا حطينا القاس حرة بالكزبرة والثوم، حطيناها على نار خفيفة منشان حتى تستوي على قليلة، بدأ من 5 دقائق لـ8 دقائق بالضبط. هلأ لنبلش بطبق الحلو، هو حلوى الفيدج. الفيدج هو حلو كتير طيب بالفواكه الاستوائية. طبعا الحلوى الاستوائية هي عنا الأناناس، عنا المشمش، عنا طبعا البابايا، عنا الدراء يعني، وأنا بدي زيد عليهم تفاحة هلأ. وقبل ما نبلش أعزائي المشاهدين، خلينا نطلع نشوف المقادير على الشاشة. مقادير حلوى الفيدج: 250 ملي لتر حليب، 400 ملي لتر حليب مكثف، 100 جرام سكر، و50 جرام زبدة، 100 جرام فواكه معلبة، تفاح، مشمش، أناناس، و5 ملي لتر ماي الورد، و5 ملي لتر ماي الزهر. طبعا أعزائي، من بعد ما شفنا مقادير حلوى الفيدج، بدنا هوني نضيف عليهم تفاحة بهالشكل. نقشر تفاحة ونقطع معهم. بس قبل ما نقشر التفاحة، خلينا نبلش نعمل الحلو. طبعا حليب بنحطه بهالشكل لأنه نار عنا هوني. طبعا الحلو المكثف المحلى بهالشكل. بدنا هوني أعزائي مثل ما شايفين نعلي درجة الحرارة شوي. حلو كتير على 9. هوني أنا بدي حط هلأ عندي ماء الزهر وماء الورد عليهم. بدي حط كمان عليهم كمان السكر، هذا السكر لأنه في عنا حليب مكثف محلى، بس بنحط له قليل من السكر شوية بهالشكل. عنا هوني كمان كله هذا على البارد، بنحطهم على البارد. عنا طبعا ملعقتين نشا معهم مشان لحتى بعدين إذا بدنا يبرد مزبوط فينا نقطعه، فينا نقطعه تقطيع، أو منخليه بالجاط وبينسكب من الجاط دغري. هلأ نحن هوني لنشيل هذا من دربنا، وبدي مثل ما شايفين أعزائي هوني عندي هالقالب. في طريقتين فيني أنا من بعد ما تستوي الحلو هون بعدين سقط عليه هل هيك بالشكل بالضبط هذا، وبعدين بدنا ندهنه نحن زيت. إذا كان زبدي بنحط له شوية زبدي وبندهنه فيها. ليش بنحط له زبدة؟ لأنه إذا مثلا بدنا نقلبه فينا نقلبه ونقطعه يعني بيكون تقطيعه، وإذا بدنا دغري نقطعه بالجاط بنقطعه بالجاط، عرفتوا كيف؟ يعني بيصير كمان كل الطرق بتوصل على روما. يعني نحن هلأ عم نعمل هالطبق اللذيذ بهالطريقة الحلوة اللذيذة. هون هلأ لازم يكون عيوننا على المزيج، على المزيج على حلو الفيدج، لازم يكون عيوننا عليهم منشان لحتى دغري فيها نشا فيها كل شيء. إذا ما كنا أخدين بالنا بتلقط. هلأ ده الشكل، هذا التفاح بدنا نحط له شوية تفاح يعني بهالشكل. الشرة ونقطعها نفس ما القطع، ما فينا نقطعها صغير وهديك كلهم أكبار، بدنا نقطعها نفس المقطع اللي قطعينه فيه. كيف؟ مثلا هيك بهالشكل بنقطعها هيك، وحدة اثنين ثلاثة بهالشكل هيك. حلو كتير. بدنا نحن لبينما طلعت معنا هلا غلي شوية لازم يكون عيوننا عليها، ما نتركها. إذا كان شغلنا بإشياء شيء
دغري حليب ونشا وسكر وطبعا حليب مكثف محلى دغري بتمسك. نحن ما بدنا اياها تمسك، بنضلي عيوننا سهرانه على كل اكله بنعملها منشان لحتى يكون كل شيء على التمام والكمال. هلا بهالشكل هيك حلوين. هيدا التفاح كتير لذيذ، هذا التفاح بسموه موشح التفاح الموشح هيك بهالشكل. بدي قشرناها التفاح وضفناها عليها كمان تفاح طيب هيك بنقشرها، وبعدين بنقطعها مثل ما قلنا لكم قطع تكون مناسبة لقطع الباقيين. بعدنا آخر حبة، شفتوا كيف مثلا عم قشر التفاح أنا وآخذ بالي لهال الحلو مشان لحتى الفيدج حلوة الفيدج مشان لحتى تكون تطلع مزبوطة 100%. هيك بهالشكل. هيدي نحن هلا بكون اخر حبه من المحبه بهالشكل. خلصناها، شفتوا كيف سهل كتير يعني، وبعدين تطلع لذيذه. هياها فينا مثلا، هذا نحن خلصنا منها هي، بدنا نشيلها من ضربنا بنحطها على جنب بهالشكل. وهوني شوفوا كيف صارت، نقلبها هلا بعدين بنقلبها بتشوفوا كيف وبلشت تسمك. خليني احط لها انا شويه زبده هيك بهالشكل على هالمزيج. اوه شي روعه، بلشت تشوفوا كيف بلشت تسمك، حلو كثير. اهم شيء يعني نعرف مقدار السماكه تبعولها قديش. هلا بس تغلي شوي، بدنا نحن هون نحط اعزائي المشاهدين الفواكه بقلب الجار. لكو هالطاق شي روعه. بدي انا هلا بلشت السماكه تمشي هيك، يعني بداش كثير يعني 3 دقائق بتكون صارت جاهزه بهالشكل. يعني خلصت بداش 3 دقائق، دقيقتين يعني دقيقتين بس. يعني هي شدت، ليكو شوف كيف شدت مزبوط. خليني طلع البطاطا انا هلا لشوف انا شو صار بحوالها. ها روعه ليكو البطاطا. اوبي والقاس والقاس حرة، ليكو كيف طالعة روعة وريحتها حلوة كتير. وهيدي يعني مثل البطاطا الحرة بس القاس حرة بالكزبرة والثوم، حلو كتير. هلا بدي أنا أسكر عليها بس تكون جاهزة للسكب بس مش أكتر. وهوني بلشت شي روعة، بلشت تغلي دقيقة واحدة بس. هيا اوكي خلاص، بدنا نجيب طبعا هوني بعدين الملعقة نحركهم هيك. شوفوا البابايا الاناناس المشمش كل انواع الفواكه الاستوائية طبعا والتفاح. اوكي بدنا نطفي عليها، خلاص طفينا. وبدنا هلا اعزائي نصبهم بهالشكل بالمية بالمية هيك. هلا ريحتها كثير طيبة، هلا المكونات ليكو بعدين صاير لونها لأنه حطينا لها حليب مكثف محلى، شفتوا كيف؟
هيك بهالشكل. هلا نحن بدنا نتركها لحتى تبرد، بدنا نحطها يا بالبراد او فينا مثلا نحطها بالفرن حتى تتسامك نتفه صغيره تتسامك، وبعدين نرجع نقطعها نشيلها نقطعها. بس ولكن هلا خلينا نحن نطلع فاصل صغير وبنرجع نتابع معكم اعزائي المشاهدين. طبعا اعزائي رجعنا بعد الفاصل الصغير، شفتوا كيف عملنا هالحلو الفيدج الفيتش، وعندنا هون كمان مثل ما شايفين كيف طبعا البطل القاس الحره بالكزبره والثوم صارت جاهزه للسكب. شوفوا بس قبل ما نسكبها، ونحن عم نسكبها خلينا نشوف فوائد القلقاس. فوائد القلقاس: يساهم في تسكين الألم في الجسم بشكل عام، وأيضا يساهم في تنشيط عمل البكتيريا النافعة في الجسم، بالإضافة أن يساهم في تحسين وتنظيم معدل الكوليسترول في الجسم. طبعا أعزائي من بعد ما شفنا فوائد القلقاس خلينا نزين الحلو ونرجع نزين القلقاس قبل ما نسكبه. نحن هون مثل ما شايفين هذا الحلو هون، بدنا نحن نحط عليه شوية هيك بالنص بسموه هذا زهر الرمان. زهر الرمان بنحطه بالنص، وبعدين بنحط له شوية لوز مكسرات، لوز مجروش هيك بهالشكل على وجهه. مكسرات طبعا كمان بتعطيها طعمه كثير لذيذه لهالفيدج هيك بهالشكل. حلو كثير، طبق لذيذ يعني في فواكه وفي كل شيء بهالشكل. صار تمام التمام. خلينا نحن هلا نزين طبعا القاس طبعا حر بالكزبرة والثوم. هلأ بنعملهم بهالشكل هيك ترونش حامض لومي هذا بالشكل بالضبط هيك. صار طبعا هيك شوية ديكور مش كتير يعني، نحنا أهم شيء يعني مثل ما شايفين بدنا نشيلها من دربنا. الشكل مشان كل شيء يكون مرتب. طبعا أعزائي المشاهدين هودي أطباقنا لليوم، عملنا القاس حرة بثوم والكزبرة، وعملنا طبق الثاني حلوى الفيدش. بكونوا اطباقنا لليوم هودي طبق حلو وطبق مالح. بنقلكن اعزائي خلصت حلقتنا لليوم، على امل نلاقيكم بحلقه جديده وصفه جديده من برنامج ملح وسكر، والى اللقاء وباي باي.